استهل منتخب الأردن أولى مبارياته بتحقيق الفوز على حامل لقب البطولة منتخب أستراليا بهدف واحد دون رد في المباراة التي استضافها استاد هزاع بن زايد في العين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا 17 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة. وسجل أنس بن ياسين هدف الفوز للمنتخب الأردني عبر كرة رأسية وفي الدقيقة 27 من عمر اللقاء. هذه الضربة ركنية عملت على طول على مرتين، لا 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 عملوها عملوها وبضربة الرأس سجلوها. يس وي كان، النشامة كأنه سوبرمان. يس وي كان، فيتال سوبرمان عملها النشام أبو شامة وعلامة، الحمد لله على السلامة. نعم النشامة يتقدمون بأول أهداف اللقاء، ضربة رأس صعبة على الحراس يسعد بها كل الناس. ضربة رأس هدف اللقاء الوحيد، اللحظات الأخيرة، خلي بالك خلي بالك خلي بالك يا عامر يا عظيم، يا عامر يا عظيم، والعظمة لله. صافرة النهاية، وأي نهاية، عملوها خلصوها والنشامة سجلوها. نعم ثلاث نقاط وانتصار، أي انتصار فرحة، وأي فرحة رغبة، وأي رغبة حققها النشامة لجماهيرهم الكبيرة. 1-0.